يو يو، السلام عليكم خوتي، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جيب لكم الجديد شيومي المي اطروا. ان شاء الله اليوم ما نهضروا على التليفون مزيان، المميزات ديالو والعيبات ديالو. المهم هاتف رائع جدا وفي المتناول الجميع، هاتف فيه 64 جيجا و 4 في الرام، هاتف رائع. الكاميرا ديالو بنطايا كبيرة، شغل ناضي. المي الأطروا بستيلي ساجور، عندو ساجور ديال تفسير الكاميرا على ما أظن فيها 48 ميجا بيكسل. ثلاثة الكاميرا اللور، هاد الهاتف هذا مستعمل، يعني ماشي جديد، مستعمل بونو كازيو، ولكن شي حاجة نقية. مهم شي حاجة نقى، الصح والعمل، الصح والعمل. كاميرا 400 مزيان. مهم هاتف رائع جدا اخوتي، شيومي المي الأطروا، هاتف رائع جدا، زوين بزاف. لا في شور بانطاي ديالو كبيرة، كنتوما كتشوفو معايا. وعندنا هيكا الشكل ديالو، يعني مستيلي ورائع جدا، هاتف شيومي الأطروا. وكنشكركم نعمس.